مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في حلقتنا النهاردة وفقرتنا دلوقتي بعنوان فقرة حوار مع كبار. في الفقرة دي احنا بنتيح لحد من الاطفال او الشباب في سن سندس من سن 15 ل 17 سنة ان هم يحاوروا شخصيات معروفة في البلد. وهيكون منورنا النهاردة رجل الاعمال استاذ طه عبد الشكور. منورنا، اهلا بحضرتك، صباح الخير. زي ما قلت لحضرتك الفقرة دي طبعا انا هتكلم مع حضرتك هحاول حضرتك، بس هترامي. احنا بنتيح زي ما قلت لحضرتك للاطفال او للشباب ان نعم، هم يحاوروا حضرتك ويعرفوا منك معلومات اكتر. الشرف لنا ست الكل، ميرسي حضرتك. ونورتونا وشرفنا بحضراتكم جميعا. فقرتنا النهارده هنكون بنتكلم عن حرب 6 اكتوبر وعن نعم الاغتصاب، نعم فهنبدا مع سندس ونسمعها وبعدين نعم هرجع لحضرتك. تحت أمر اتفضل حضرتك، يا سندس. تحت أمر. ما النهارده هقدم مقدمه عن 6 اكتوبر. انا قرات كتير طبعا، بس لقيت ان كل الحاجات اللي احنا عارفينها عاديه، فحبيت اقرا اكتر، فلقيت حاجات احنا ما كناش عارفينها وانا اتفاجئت بيها. خلوني اقول لكم هقول ايه النهارده. ملحمه الصاعقه المصريه فوق ارض سيناء، 6 اكتوبر، 10 من رمضان، ضربه البدايه وليست النهايه. 6 معارك للجيش المصري خلال 73. معركه تبت الشجره يوم 8 اكتوبر، ومعركه عيون موسى 1 معارك اكتوبر، ومعركة القنطرة شرق الحصون التي بناها الجيش المصري الجيش الاحتلال واستمرت يوم 7 و8، ومعركة الفردان، ومعركة المنصورة الجيش يوم 14 أكتوبر، ومعركة المزرعة الصينية 15 و16 أكتوبر، وقد تمت أسود الأرض وجبابرة السماء بمهمة. اللهم ارحم جميع شهدائنا وشهداء المصريين جميعا. برافو. كنت حابة أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك تؤيد أو تعارض رجال الأعمال اللي بيسافروا للخارج؟ لا، ما طبعا. الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أنا السلام. سعدت بالأستاذة رشا وفريق الإعداد، شرف لنا إن احنا شرفنا بيكم جميعا. أمني حضرتك ما أيدش أي رجل أعمال يطلع خارج مصر، لأن احنا المفروض ندعو أي رجل أعمال يستثمر في مصر، لأن زي ما أنت حضرتك مسبقا قلتي حرب 73 وذكرت فيها بعض الأشياء الجميلة. فأنا النهارده بنصح أي رجل أعمال إنه يقوم بالاستثمار في مصر، لأن أنت حضرتك النهارده، إحنا النهارده سنة 73 في تغيرات وفي مشاكل. إيه هي المشاكل وإيه التغيرات الاقتصادية؟ إحنا النهارده ربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ده حضرتك حرب 73، من 73 لحد النهارده بنتكلم في 47 سنه. وانا بنصح اي رجل اعمال محترم وبخاف على بلده وبيحب بلده يستثمر للشباب والاطفال وكافه اطياف الشعب. شكرا جدا. برافو يا استاذ، عرفت اجابه سؤالك. الحمد لله. ارجع بقى لحضرتك يا استاذ طه، وعاوزه اسال حضرتك، طبعا احنا في فتره الكورونا الاقتصاد المصري والعالمي وقع، نعم. عاوزه اعرف من حضرتك مدى تاثير ده ايه؟ يعني وصل لحد فين؟ حضرتك بالنسبة من بدء كورونا لحد منذ هذا الساعة، الاقتصاد العالمي مش الاقتصاد المصري، احنا نعتبر افضل الدول على مستوى العالم اقتصاديا وعلميا، والحمد لله والشكر لله ان احنا ما تخطناش الخط الاحمر ده. حضرتك النهاردة بالقيادة الرشيدة اللي هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا النهاردة المفروض بنعمل تكاتف وبنعمل عملية تنمية بشرية. فده حضرتك النهارده مثلا بالنسبه للكورونا الاقتصاد منهار، واحنا طبعا كشعب معلش في ممكن ناس بتتفرج عليه على الشاشه حاليا وهتقول انا بطبل او بزمر، انا اللي بطبل وبزمر، انا راجل وطني وبحب بلدي وبحب رئيسي. والنهارده لازم نتكاتف. نتكاتف في ايه؟ في العمليه الاقتصاديه. النهارده انا معايا غير ما معهوش، مش لازم انا النهارده اتكلم، انا اتكلم في استباق، اتكلم في الاقتصاد المصري، اتكلم النهارده عشان نبقى افضل الدول واحسن الدول. لان احنا النهارده لما نيجي نبص احنا بنقول حرب 73 لسه ما زالت الحرب قائمه بالنسبه للارهاب وبالنسبه للناس اللي مش تمام. انما النهارده انا كان عندي عدو، مين هو العدو؟ عدو اسرائيل، وكنت بحارب جبهه واحده، انما انا بتحارب من جميع الجبهات، بتحارب اقتصاديا، بتحارب علميا، بتحارب من كافه اطياف العالم. ليه؟ والحمد لله وشكر الله، يعني احنا قلنا عدادا وتكرارا ان النهارده مثلا بالنسبه للعراق او بالنسبه لليبيا او بالنسبه لسوريا،
احنا الدولة الوحيدة الحمد لله والشكر لك يا رب عشان القيادة بتاعتنا قيادة محترمة وقيادة فاهمة وقيادة عارفة هي رايحة فين وجاية منين. اتفضل. طيب عاوز اعرف من حضرتك، هل الاقتصاد المصري هينتعش بقى في الفترة اللي جاية ولا ايه؟ ان شاء رب العالمين الاقتصاد المصري جاي ومصر جاية. احنا النهارده معلش الناس او الشعب النهارده لما اجي اتكلم في تقنين او اتكلم في اي حاجه معبره عن الاشياء ديت، المفروض ان النهارده حضرتك يا استاذ رشا ان انا النهارده ببني، انا راجل اب اسره، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اب لنا كلنا المصريين، فاحنا النهارده ما تبقى العمليه فيها عمليه كبت او عمليه مثلا انا ما جوعتش او ما شحتش او ما سولتش، النهارده لما يبقى العمليه حضرتك ضيقه شويه، بس ان شاء رب العالمين في الفتره الجايه ان شاء رب العالمين بلدنا هتبقى افضل الدول في العالم اقتصاديا وعلميا، خدت بال حضرتك؟ ونتمنى ذلك، واحنا المفروض نتكاتف مع بعض كمصريين ونخاف على بعض، لان الكلام ببلاش ما بيشراش. لو احنا النهارده استعدتك اشتغلنا اقتصاديا وعلميا احنا هنوصل لاعلى الدرجات وهنبقى احسن دوله في العالم، ما نقولش 7000 سنه حضاره، لازم يبقى عندنا ضربه استباقيه دايما قدام. خدت بال حضرتك؟ عاوزه بقى اعرف من حضرتك، بما ان سندس كلمتنا عن حرب اكتوبر، من وقت حرب اكتوبر من سنه 73 لحد 2020 في وقتنا ده، اكتر مرحله انتعش فيها الاقتصاد المصري من وجهه نظرك كانت انهي مرحله؟ اكتر مرحله حضرتك انتعشت في مصر من 2017. 2017؟ نعم. خدت بال حضرتك؟ ولسه النهارده معلش احنا النهارده لما نشوف الطرق ونشوف الكباري ونشوف المباني، الناس النهارده حضرتك بتتكلم في ايه؟ او ايه اللي هي تقصده؟ بتقصد حضرتك ان انا النهارده المفروض انني اقف جنب بلدي، اشجع بلدي، اشجع استثمار بلدي، اقف في كتف رئيسي. النهارده لما اجي اقول وضع تقنين، انا قلت الكلمه دي مسبقا بس بحب اكررها تاني. ما جيش النهارده حضرتك ان انا النهارده مثلا عاوز ابني بنيه تحتيه، عاوز ابني بنيه اساسيه، عاوز عمل طرق، عمل كباري، عمل مباني، عمل انفاق. في عندك الارض مستصلحه حاليا اكتر من مليون فدان على قد علمي او ما انا اذكر. فالنهارده احنا النهارده لازم نتكاتف، لازم نحب بعض، لازم نخاف على بعض، لازم يبقى الاقتصاد ندعم، ما نرجعش ورا، ما نطفش ورا الناس اللي هي مش مظبوطه، ما نمشيش ورا عيل بيقول لك مصر او كذا او كذا، لان هو لو له خير في بلده ما كانش ساب مصر ومشي. طيب حضرتك بتقول طبعا لازم نتكتف، وده كلام انا بقيت حضرتك فيه. طب هل حضرتك شايف رجال الاعمال طبعا ورواد الاعمال المستثمرين بيبقى عليهم دور كبير في ده؟ عاوز اعرف من حضرتك، هل شايف ان في دور كبير فعلا على رجال الاعمال والمستثمرين في نمو اقتصاد مصر، ان احنا نرجع اقتصاد مصر تاني ولا لا؟ اكيد 100% او 101%، لان النهارده معلش مع احترامي لحضرتك البنك مازال بريد. النهارده مثلا عندك البنك المركزي الاقتصاد منتعش، يعني احنا ما انهرناش او ما ضعناش، احنا النهارده معلش في خطوات قدام وللامام. فانا النهارده كرجل اعمال معايا مثلا فلوس، انا المفروض ان انا بعمل مشروع مصغر او مشروع مكبر ونمي الشباب ونمي الاطفال. انا النهارده عندي ايا كان، ان كان استاذ ان كان دكتور ان كان نجار ان كان حداد، عاوز يعمل اي مصلحه او عاوز يعمل اي مشروع، انا من حقه عليا كمصري ان انا النهارده اشوف فكره واعمل دراسه جدوى. ما هو ده سؤال كنت هساله لحضرتك. اتفضلي. يعني مثلا حضرتك قلت نساعد الشباب والاطفال طبعا وكل ده. طبعا طيب طبعا. يعني مثلا حضرتك تنصح بايه لو شاب عاوز يعمل خطه لمشروع يبني نفسه بدل ما يهاجر بره زي ما سندس قالت، بدل ما نشجعهم للهجره بره او نقول بيسافروا ليه، فحضرتك تنصحهم بايه او يعملوا ده ازاي؟ يمولوا خطط المشروعيه بتاعتهم ازاي؟ حضرتك طبعا اكيد خبره، حضرتك بقالك كام سنه في المجال ده؟ الحمد لله بقالي 35 سنه. ما شاء الله، يعني ناخد بقى كل المعلومات من حضرتك. ربنا يبارك. فحضرتك تنصحهم بايه او تقول لهم يعملوا ايه؟ انا حضرتك كسندس كبنتي، كبنت وبنت محترمه ومؤدبه ومهذبه وعاوزه النهارده تقود تجربه او تجربه صناعيه. بالظبط. هي النهارده حضرتك ما انا مش هقدر انمي فيها ايا كان او اقول لها اشتغلي في كذا، لازم هي حضرتك هي اللي يكون عندها الداتا اللي هتقول انا عاوزه اعمل مشروع كذا. صح. بناء عليه بيتعمل دراسه جدوى، بناء عليه بيتعمل عمليه تموين، بدل ما الاستاذه سندس او بنت سندس تبقى النهارده بدات في خطه معينه انا عاوز انجحها وعاوز انميها، هبدا بها صغيره
بحيث ان تتوصل للحاجه الكبيره. ايه الحاجه الكبيره؟ انا بدات بمحل او بدات بمصنع، مصنع صغير ان شاء رب العالمين. لو لازم ابص لقدام، انا بالزبط هيكبر لايه، مش هبقى مكاني. كل حضرتك فده ببص. طبعا نمو اقتصادي. نعم صح. نعم. يبقى انا النهارده عملت عمليه تنميه بشريه، عملت عمليه تنميه صناعيه في مصر، يبقى انا النهارده ببقى في افضل الدول. انا عاوز صح. ابقى قدام، ابص قدامي ما ابصش ورايا. انا مش عاوز ابص احط راسي للمشاكل، لا انا عاوز احط راسي للعمل، للشغل، للجهد. زي ما الريس بيعمل احنا نقلده طبعا. وحضرتك والله ما بطبل، وممكن ناس حضرتك قدام الشاشه دلوقتي هيقولوا ان انا بطبل او بزمر، انا لا عندي تطبيل ولا تزمير، بس انا حضرتك النهارده عاوز النهارده مصر تكون افضل دوله في العالم. اكيد طبعا ان شاء الله. طبعا احنا فقرتنا خلصت بسرعه، بس اخيرا سندس عاوزه من حضرتك نصيحه او سؤال. اتفضلي يا سندس. سريعا كنت حابه ان حضرتك توجهها للشباب او للاطفال اللي طالعين المستقبل نصيحه. أنا نفسي مصر تكون بخير، ونفسي أطفال مصر يكونوا بخير، لأن الأبهات والأمهات عليهم عامل نفسي وعلم كبير. لأن النهاردة لما أنمي ابني وهو طفل وأقول له ده هو صح وده غلط، وأنمي فيه الفكرة، إن كان عاوز يبقى دكتور أنمي يبقى طبيب، عاوز يبقى مهندس زراعي، عاوز يبقى كذا، عاوز يبقى كذا، اللي بيرجع للأم والأب. حضرتك أكيد أنت كده استفدت كتير، خدت رد على اسئله حضرتك. بشكر حضرتك جدا يا استاذ. فرصه جدا يا استاذ رشاد، انا اسعد وحضرتك نورتنا النهارده. وبشكر حضرتك وبشكر فريق الاعداد كامل. شكرا لحضرتك، وشرف ليا ان انا عندكم في قناه الحقيقه صحه وجمال. شكرا لحضرتك وشرفت بحضرتك. مشاهدينا وكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج سوبر كيدز.